خلونا نحاول نشوف ماذا سيحدث في الحكومة. ومعي على الهاتف سيادة النائب صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان. سيادة النائب مساء الخير. يعني أولا متى نتوقع أن يقسم الرئيس السيسي اليمين الدستورية؟ مساء الخير يا أستاذة لمين، تحياتي ليك ولمشاهدينك الأفاضل. شكرك. في البداية اسمحي طبعا يمكن أقول لك أن حتى الآن لم يحدد الميعاد على وجه التحديد الذي سيأتي فيه الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي ليحلف اليمين امام البرلمان، انما هو متوقع ان يقوم باذن الله تعالى خلال الايام الاولى من شهر يونيو القادم بعد مرور 4 سنوات ميلاديه على انتخاب الرئيس الفتره الرئاسيه الاولى وحلف اليمين الاول. نعم. الحكومه بقى توقعاتكم ايه للحكومه سياده النائب؟ يعني هل بنتكلم احنا هنا دلوقتي عن تعديل، يعني تغيير كامل في الحكومه، ام تعديل في بعض الحقائب؟ أنا عايز بس أقول لك إن أنا من الناس اللي لا تميل إلى مسألة فرض التوقعات أو توقع من يمشي ومن يبقى. إحنا الأول إجلال وإعلاء قانون ودستور. الدستور محدد مسألة مجيء الحكومة الجديدة إلى المجلس، وعايز أقول لك أنه لا يوجد أي نص دستوري أو قانون يلزم الحكومة بتقديم استقالتها بعد انتخاب الرئيس الجديد، إنما هي مسألة عرفية أو عرف جرى بأن يأتي الرئيس الجديد بعد حلف اليمين ويعيد تكليف الحكومة سواء نفس الحكومة أو حكومة جديدة. إحنا حتى الآن لم تتضح الصورة، إنما ده موضوع. أنتوا مطالبكم إيه في دعم مصر يا سيادة النائب؟ يعني أنتوا الكتلة الأكبر، الكتلة الأكثر تأثيرًا، أكيد ليكوا مطالب. ويعني هل هتطالبوا بتعديل بتغيير مثلًا رئيس الوزراء، ولا هتطالبوا فقط بتعديل بعض الحقائب؟ خليني بس اكد لك ان ده اختصاص تشكيل الحكومه هو اختصاص للرئيس المنتخب بصفته رئيس السلطه التنفيذيه. بس لابد ان ياخذ موافقه الحكومه بعد ذلك. اكمل اتفضل. الماده 146 بالدستور من الدستور بتؤكد انه يعني يكلف رئيس الجمهوريه رئيسا للحكومه ليقوم بتشكيل الحكومه، ثم يعرض هذا التشكيل كاملا على مجلس النواب مع برنامج الحكومه، ومجلس النواب في هذه الحاله يوافق او يرفض. إذا وافق مجلس النواب خلاص مرت الأمور، إذا لم يوافق مجلس النواب يعد التشكيل ويعد رئيس الجمهورية خلال 30 يوم. لا أنا بسأل عن تصوراتكم أنتوا كنواب وككتلة مهمة، كتلة دعم مصر، ما هي تصوراتكم؟ هل أنتم تميلون أكثر إلى تغيير كامل للحكومة، أم تميلون أكثر إلى تعديل؟ يعني حتى لو كان هذا اختصاص رئيس الجمهورية فيمكن أن يكون لنا رأي حتى في هذه الاختصاصات. خلينا أقول لك إن طبعًا يعني مجلس النواب على فكرة مختلف توجهاته، وحتى داخل ائتلاف دعم مصر ائتلاف الاغلبيه هناك اراء يعني وتحفظات على بعض. طب رايك انت ايه يا فندم؟ انا رايي انا الشخصي لا هناك يعني رايك انت ايه يا سياده النائب؟ اقول لك انا لو رايي الشخصي أيوه. لو رايي الشخصي اللي هو رايي الشخصي كنائب يعني لا هناك بعض الوزراء ويعفيني ان انا اقول اسمائهم اثبتوا انهم يعني غير جادرين بالبقاء في الحكومه الجديده، وهناك وزراء اثبتوا انهم يعني على مستوى جيد من الاداء. فالمسألة برمتها هتناقش بإذن الله في اجتماع مكتب سياسي لإتلاف دعم مصر عشان نحدد توجهنا إيه في هذا الموضوع. هل هتطالبوا بمثلا تغيير لواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية بعد التصريحات المتتالية والغضب الموجود من قصة الصعيد، ثم قصة إنه التوصيات كلها بيلقي بها؟ يعني هل ستطالبوا، هل هيكون واحد من هذه الأسماء؟ لا، هي مطالبة البرلمان على فكرة بشكل واضح، بانت في الجلسة بتاعت أمس، وكان هناك اتجاه غالب داخل البرلمان رافضا بقاء السيد اللواء ابو بكر الجندي وزير التنميه المحليه. هناك اتجاه غالب، مش ائتلاف دعم مصر بس، هناك اتجاه غالب لدى النواب، وهناك يعني حده وغضب لدى النواب، ولهم منطقيه ولهم اسباب. يمكن سببها ان السيد وزير المحترم خلال شهرين هما فتره توليه المسؤوليه خرج بتصريحين لا يخرجوا من رئيس من رجل دوله. فالحقيقه ان لا، هو خانوا التوفيق، انهمك في اصدار تصريحات غير موفقه وغير ملائمه سياسيا، وفي وقت كان المفترض يركز جهده وعمله في انجاح الحقيبه الوزاريه مكلف بها. فعشان كده انا بقول لك لا، هناك اتجاه غالب داخل مجلس النواب يرفض بقاء السيد الوزير المحترم. وانا بشكرك شكرا جزيلا دكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان.